السلام عليكم متابعينا الكرام، سنتطرق اليوم الى كيفية جني 20 دولار. طبعا عند التسجيل في هذا الموقع يعطيك 1 دولار مجانا. طريقة الاشتغال سهلة جدا والموقع مازال حصري، فقط عن طريق مشاهدة الفيديوهات ثم تنزل الى اسفل وتقوم بالاجابة كمثال الفيديو في شخص يضحك او غاضب او مكتئب او متفاجئ، انت كل ما عليك الاجابة وهكذا تربح. يعني موقع جميل جدا ولم يتم شرعه في المحتوى العربي لحد الان. بالنسبة لطريقة سحب الارباح ستكون عبر الحساب الباي بال او البايونر، والحد الادنى للسحب هو 5 دولار. الموقع يعطيك 1 دولار مجانا وهو موقع جميل. ولان لم تكن مشترك بالقناه من قبل فندعوك للاشتراك بالقناه مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. ولان اترككم مع الفصل التالي. قبل بدء الشرح أتمنى أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا خاصية الجرس لكي تتوصلوا بجديدنا. طبعا هنا سنقوم بالتوجه إلى موقع مسمى بإيموشن مينر. هذا الموقع يتيح لك أن تتحصل على أكثر من 70 دولار للاستبيان الواحد. طبعا الموقع يعطيك ليس استبيانات بل يعطيك فيديوهات. هذه الفيديوهات عبارة على استطلاعات أنت تقوم بمشاهدتها وتقوم بالإجابة عنها. بعد الإجابة عنها تتحصل على أرباحك مباشرة في حسابك. الموقع يقبل الدول العربية وهو موقع صادق وموثوق. طبعا سنقع على كلمة سين أب. هنا نقوم بأن نتوجه هذه الخانة، ثم سنقوم بوضع اليوزر نيم الخاص بنا كمثال أنا سأضعه هكذا هكذا، ثم هنا السكند نيم أو اللقب الخاص بك كمثال هكذا، ثم هنا تقوم باختيار اليوزر نيم أو اللوجن. مثلا أنا سأقوم باختيار هذا الاسم هكذا، ثم هنا نقوم بوضع الإيميل. مثلا سأقوم بوضع الإيميل الخاص بهذا الإيميل مجيدون هكذا، ثم هنا نقوم باختيار كلمة السر وتذكر كلمة السر. طبعا الموقع سهل جدا صديقي، سيعطيك 1 دولار لأول استطلاع. الحد الأدنى للسحب هو 5 دولار، وطريقة السحب عبر الباي بال. الموقع لم يتم شرحه لحد الآن في المحتوى العربي، فأتمنى أن تضع لايك أسفل هذا الفيديو تقديرا لمجهودنا، يعني لأنني أنشر الفيديوهات. ننقر على كلمة سين أب. كما تشاهدون قال لنا يعني نقوم بحفظ بيانات، قال لنا سيأتينا إيميل عبر البريد الإلكتروني سنقوم بتفعيله. كما تشاهدون هنا وصلنا الإيميل، نقوم بتفعيل حسابنا في الموقع. كما تشاهدون طريقة تفعيل الحساب سهلة جدا، وسنقوم بشرح مفصل للموقع المميز. طبعا موقع سهل جدا، فأتمنى أن تضع لايك صديقي لأن يعني الفيديوهات لم تعد تصل إلى معظم المتابعين في القناة، ولأنني غبت يعني مدة 4 أشهر يعني ليس هنالك تفاعل، فأتمنى أن تدعمونا بلايك وشير لهذا الفيديو. وبعد تفعيل الحساب سيقوم بتحويلك إلى هذه الواجهة. ننقر على أوكي ثانك يو، ثم نقوم بإكمال أول استبيان. كما تشاهدون يعني هذا الاستطلاع أو الفيديو الذي سنشاهده سيعطيك 1 دولار بعد أن تشاهد الفيديوهات تقوم بالإجابة عنها. ننقر على كلمة ستارت. طبعا هنا سيعطيك التعليمات لأننا ما زلنا جدد في هذا الموقع. سيريك كيفية الاشتغال، هنا يعطيك كم من الفيديو ستشاهده، وهنا يعني إذا تمت العملية بنجاح هذه الخانة، وهنا تقوم باختيار يعني الفيديو يعني محتواه مضحك، شخص يضحك أو شخص يعني مقرف أو شخص متأسف أو شخص غاضب. ننقر على كلمة نيكست، ثم هنا نقوم بالإكمال يعني بعض التعليمات البسيطة. هنا طبعا أول فيديو، هنا مشاهدون 3 فيديوهات. طبعا هنا ننتظر لحظات سيقوم بالفيديو بالاشتغال. ننتظر كما تشاهدون هنا يعني ننقر على هذه الخانة لكي نشاهد الفيديو ونقوم فيما بعد بالإجابة. كمثال ننقر على كلمة التشغيل هذه، ننظر إلى الصورة، ماذا يمكن أن تكون هذه الصورة؟ مثلا هنا يعني sadness يعني متأسف، أو هنا happiness فرح، أو هنا anger يعني يعني غاضب، هنا disgusting يعني مقرف، شيء مقرف. ننقر على كلمة disgusting يعني شيء واضح، ننقر عليها، ثم نكمل يعني الفيديو الثاني. ننقر على الخانة الثانية، طبعا هذه الخانة الثانية ننظر إليها كذلك وننتظر، شيء مقرف كذلك، ننقر عليها وننقر على كلمة save and next and play next video. كما تشاهدون تم تحويلنا إلى الفيديو الثاني. ننظر إلى الفيديو الثاني والمحتوى الذي فيه. ننقر نقوم بفتح الفيديو وننتظر لحظات يعني، ولا ننظر إلى هذا الشخص يعني اللمحات في وجهه. كمثال نقوم بإعادة تشغيل الفيديو. مثلا ممكن ان تكون هابينس فرح او سربرايزز. مثلا ساضع انا يعني هابينس كمثال، نجرب هابينس، ثم نقوم بتشغيل الفيديو الثاني. ننقر على هذه الخانه ونعيد تشغيل الفيديو مره اخرى. مشاهدون يعني تقوم بالاجابه عن اسئله. ننظر الى هذا الشخص، ما هي العلامات التي في وجهه؟ مثلا no one of this يعني لا شيء موجود في هذه الخانه. نقر على save and next play. طبعا تم نقلنا الى الفيديو الثالث، مشاهدون ننتظر لحظات.
نقوم بتشغيله. يعني موقع جميل جدا صديقي العزيز، فأتمنى أن تضع لايك أسفل هذا الفيديو تقديرا لمجهودنا. هذه المرأة مباشرة ننظر ننقر على سيربرايز، يعني يعني متفاجئة كما تشاهدون، وننقر ننقر على الفيديو الثاني. هنا كذلك أنجر يعني غاضبة، ثم نقوم بالنقر على الفيديو الثالث كذلك غاضبة، وننقر على الفيديو آخر شيء وكذلك نفس الشيء، ثم ننقر على save and next play video. Congratulations, you have completed your first test. يعني وتحصلنا على أول دولار من هذا الموقع. طبعا كما تشاهدون صغار الكرام، قال لنا هنيئا تحصلتم على 1 دولار. يعني هنا يقول لنا أكمل يعني بعض البيانات الشخصية في حسابك وبعض يعني language لكي نتحصل على استبيانات أكثر وأكثر من الموقع المميز. طبعا نعود إلى يعني الموقع، نقوم بالتوجه إلى يعني هنا withdraw. كما تشاهدون لدينا 1 دولار في حسابنا. طبعا كما تشاهدون يعني اول استبيان قمنا باكماله، يعني كما تشاهدون هذا استبيان سهل يشتغل في الدول العربيه، ويعني الحد الادنى صعب هو 5 دولار. كما تشاهدون هنا يعني the total amount of the request has to be at least، يعني الحد الادنى 5 دولار عبر PayPal او Payoneer. يعني PayPal يعني تقوم هنا مباشره اذا اردت سحب ارباحك، تقوم كمثال انا ساقوم بوضع حسابي في PayPal هكذا، وتنقر عليه ثم تنقر على كلمه withdraw، يعني تقوم بحفظ البيانات الخاصة بك، تنقر على الخانة. يقول لك your PayPal account has already updated. تم إضافة حسابنا في هذا الموقع. ما تشاهدون تم إضافة حسابنا مباشرة، وعند وصولك الحد الأدنى 5 دولار، يعني ماذا تبقى 4 دولار، وتقوم بسحب. يعني سيعطيك في مدة ساعة أو ساعتين سيأتيك استطلاعات من هذا الموقع المميز. طبعا موقع صادق وموثوق ما تشاهدون الكرام. طبعا أنت هنا كل ما عليك التوجه إلى شاشة يعني الحساب، الدخول إلى account، ثم تقوم بإكمال بعض البيانات حولك. كما تشاهدون أصدقاء الكرام، لكي أسرع الفيديو قمت بوضع البيانات الوهمية من هذا الموقع. طبعا كما تشاهدون هنا قمت بإدخال هذه البيانات، يمكنك إضافتها، ثم تنقر على كلمة save change، ثم تنقر على كلمة OK. بعد أن نقر على كلمة OK نتوجه إلى كلمة pass the test English level. هنا سيمتحننا الموقع لكي يعرف ما هي قدرتنا في اللغة الإنجليزية. وكما تشاهدون أصدقائي الكرام، قمت بفتح حسابي الثاني. طبعا هذه النقطة مهمة جدا في هذا الموقع، لأنها ستتيح لك التحصل على استطلاعات أو أن لا تتحصل. أنت هنا ستنقر على كلمة pass the test. طبعا هذا الاختبار في الإنجليزية يجب عليك أن تقوم بالإجابة بصحيح على 3 الأسئلة التي سيعطيها لك الموقع. يجب أن تكون صحيحة لكي تتحصل على الكثير من الاستطلاعات فيما بعد. إن قمت بالخطأ مرتين يعني أو أن أجبت بالخطأ، سيتم حذف حسابك مباشرة. إذا يجب عليك أن تكون يعني محترف الإنجليزية، لأن الموقع سيكتشف أنك شخص مؤهل للاشتغال في الموقع أو لا. تنقر على كلمة start لكي يشتغل. طبعا أنا أن أخطأت في هذا، يجب عليك أن تقوم كذلك بإنشاء حساب ثاني وأن تعيد الكرة، ويجب عليك تسجيل جميع الأجوبة يعني لكي يعني يصبح حسابك مؤهل 100% وتتحصل على الاستطلاعات. هنا تنقر على كلمة start، ثم تستمع إلى هذا الصوت ومباشرة تقوم بالإجابة. يجب أن تكون الإجابات الخاصة بك صحيحة وملائمة لما تطرق إليه هذا الموضوع، لأنه لو أخطأت مرتين سيتم حذف حسابك. طبعا أنا سأقوم بالتجربة، لأن من يتكلم في اللغة الإنجليزية في هذا يعني الصوت يسرع كثيرا، لأنك لن تفهم معظم الكلمات. طبعا سأقوم بالتوقيف لحظات وأعود إليكم. وكما شاهدتم تم إكمال الاختبار بنجاح. طبعا هنا ستجدون يعني الأشخاص المحترفين في الاشتغال في هذا الموقع وترتيبهم. بالنسبة للحد الأدنى للسحب هو 5 دولار عند الدخول إلى withdraw، والسحب عن طريق البيبال والبايدون. طبعا هذا حسابي الثاني كما قلت لكم، كما تشاهدون هذا هو حسابي الثاني. بالنسبة للاستطلاعات ستجدون في الخانة، وأنا أنصحكم أن تقوموا بالإجابة بصحيح. طبعا إذا كلهم في الأمر أصدقائي الكرام، أتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم، وأتمنى أن تبخلوا علينا بضغطة لايك أسفل هذا الفيديو تقديرا لمجهودنا، وأن تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس لكي تتوصلوا بجديدنا. والآن أترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة الأرباح.